أنا واكبت هذه المسيرة منذ البداية الأولى، يعني أنا كنت أعمل بشكل مستمر وبشكل قريب للغاية وثيق الصلة بالإنريك، الهيئة المؤقتة لإصلاح الأعلام، وكتبت معها عدد كبير من الدراسات، التقرير النهائي للإنريك، أيضا المرسومين 116 و115 مع كل الاعتراضات عليهم، لكن هما بالتأكيد خطوة إلى الأمام. الهيكة التي أعلن عنها هي لا مثيل لها في العالم العربي. هناك تجربتين في العالم العربي، تجربة في المغرب وتجربة في الأردن، لكن الهيئات اللي موجودة في المغرب والهيئة الموجودة في الأردن مرتبطان ارتباط وثيق بالسلطة السياسية وتنتفي عنهما صفة الاستقلالية. الهيكة إذن هي نواة لأول هيئة عليا مستقلة إن توفرت لها هذه الشروط في العالم العربي. هذا على الجانب. أيضا مسألة التدريب، تعاوننا نحن من خلال البي بي سي بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات الصحفية داخل تونس في عدد كبير من الدورات، سواء داخل تونس أو في دول أخرى، وكان في على الأقل رغبة من القائمين على التلفزة التونسية في مراحل مختلفة، وأنا يعني عصرت ثلاثة مدراء حتى الآن، ووتيرة التغيير كبيرة للغاية، لكن على الأقل كان دايما بيبقى فيه على الأقل على مستوى الخطاب رغبة في التطوير والتحديث، لكن طبعا احنا عارفين ان في معوقات كبيرة داخل المؤسسة في حد ذاته. هديكي رقم واحد يبين لك الفرق ما بين الوضع في تونس والوضع في دول أخرى. عدد العاملين داخل التلفزة التونسية مع كل ما يقال عن العمالة الزائدة لا يتجاوز 2400 موظف. عدد العاملين داخل التلفزيون المصري الحكومي الذي هو أيضا هناك يعني محاولات لإصلاحه على الأقل ظاهريا وتحويله إلى خدمة عمومية 43,000 موظف. شوفي الفرق قد إيه وكيف يمكن أن تتعاملي مع هيئة بهذا الحجم وهيئة بهذا الحجم. إذن شروط الإصلاح متوفرة في تونس رغم كل الصعوبات، وعلى التوانسة أن يفخروا بما استطاعوا الوصول إليه رغم كل الخلافات حتى الآن. المشهد الآن بعض التقدم، وأنا دايما أقول في خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف، يعني بنتقدم إلى الأمام في خطوة، وبيتم إصدار عدة قوانين ثم تعطل لفترة ثم يتم تفعيل المراسيم، تعطل الهيئة أو الهيئة تنشأ دون الأرضية الكافية لكي تؤدي عملها وإلى آخره. لكن ما هو إيجابي داخل تونس أن المجتمع المدني يقظ، وأن المعارضة يقظة، وأن الصحفيين نفسهم الذين يعملون داخل المؤسسة كما شاهدنا اليوم هم أيضا على دراية بحقوقهم، وهم يعني هم منخرطون بشكل ما في الجدل حول استقلالية وسائل الإعلام. هذا الجدل المجتمعي داخل الجماعة الصحفية داخل التلفزيون، وأيضا مع الأطراف الأخرى داخل المجتمع من منظمات مجتمع مدني وإلى آخره، غير موجودة في مصر وغير موجودة في ليبيا. قوة الضغط اللي بيمثلها الرأي العام داخل المؤسسة والرأي العام خارج المؤسسة هو ضمانة حقيقية أن مسيرة الإصلاح يمكن أن تستمر، لأن في ضغط متواصل طول الوقت.